عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدتي وسادتي متتبعي جريدة موند بريس في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما حللتم وارتحلتم. فجريدة موند بريس تحل ضيفا على الأخ السي محمد براتلي، هذا الرجل الذي هو ابن مدينة تلتاء، نعم سوق تلتاء الغرب بإقليم القنيطرة، والذي يقطن حاليا بسوق أربعة الغرب، ويشتغل أيضا كصانع أسنان. لديه مواهب ولديه هواية يستمتع بها الكبير والصغير أيضا. إذا قبل أن نتحدث عن سي محمد كشاعر، فبغيت أنه يعرفنا يعني واحد لمحة على الحياة ديالو الشخصية. نعم، أنا الاسم ديالي الشخصي محمد، النسب اللي هو براتلي يعني براتلي محمد. الزياد ديالي في منطقة سوق تلتاء الغرب إقليم قنيطرة، حاليا كنسكن في المدينة اللي هي أقرب من المنطقة اللي عشت فيها وتربيت فيها وزدت فيها، اللي هي سوق تلتاء. أنا كنعيش في سوق الأربع الغرب. الحقيقة أنا صانع الأسنان ولست بشاعر، وإنما أنا كنت كنكتب في أوقات الفراغ ديالي، كنكتب المشاعر والأحاسيس ديالي، وخاصة كنتكلم على الظروف اللي عشت فيها تقريبا منذ كانت عندي 16 سنة، وأنا كان عندي هذا الإحساس ديال الكتابة، ولهذا أوقات الفراغ ديالي كنحاول نكتب فيها. ما دهتنيش يعني الصنعة ديالي أو الشغل ديالي على هذه الكتابة، رغم الظروف ماشي هي كتكون متوفرة كاع الكتابة، وإنما ماشي الخاطر اللي نكتب، لأن الأحاسيس ديالي كما درت في المذكرة ديالي شعر ومشاعر، هذه مشاعر ديالي الخاصة اللي عشتها في حياتي، وعلى وحياتي كتشبه يعني لجميع الناس. وانا ما كنتش كنقول اني غادي نقول راه كنكتب الشعر، وانما الناس اللي اكتشفوا الموهبه ديالي وقالوا لي ما خصش هذا الشيء يبقى دافين، يعني خصو يبان لانك انت موهوب، كموهوب شاعر موهوب. لان بعد ما عرفوا بعض القصائد، تعرفوا على بعض القصائد ديالي، كنكتب على جميع الاحوال، ماشي غير على نفسي الخاصه، وانما اللي هي في المجتمع ما كتصلحش كاع للمجتمع. مثلا بحال ملي سمعت انفجار ديال الدار البيضاء، يعني كتبت على انفجار ديال الدار البيضاء بحال محبه الوطن، لان محبه الوطن من الايمان ديال كل انسان اللي هو انسان صالح يحب الوطن ديالو. علاش يعني بحال الانسان اللي كان شاعر، مشاعر الانسان تدفع باش يكتب الشعر بحال هاد المسائل. الانسان يسمع انفجار ديال الدار البيضاء او انفجار مراكش، كذلك يمكن لي نكتب على اي حاجه هي كتمس بالوطن، وانا محب الوطن، كذلك كتبت على الوطن ديالي ومحبه ديالي للوطن ومحبه ديالي كذلك الملكنا اللي هو رائد البلاد. اذا السي محمد براتلي تبارك الله عليك، يعني درنا اطلاله على بزاف ديال العناوين ديال الاشعار ديالك، او لا كما غادي نسميو حنا ديوان، فهو ديوان غير انت يا ربما منسي. فكتبتي بزاف ديال العناوين، كتبتي على الكنز المهمول، كتبتي على الحب الضائع، كتبتي على الصمت المؤلم، ثم كتبتي وكتبتي 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 احب بلادي، وكتبتي على البنيه ديالك اكرام 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 اكرام. نعم، فبغينا يعني كيتضح من خلال يعني الاطلاع، نعم من خلال الاطلاع على بزاف ديال المواضيع، كنلقاو بان السي محمد براتلي كيكتب على حياته الشخصيه. يعني ربما انا بغيت نوصل الرساله للمشاهد الكريم بان راهو كيكتب على حياته الشخصيه، كانت عنده مشاكل يعني في الحياه الزوجيه ديالو وكتب عليها بزاف. نعم، هذا الشيء اللي كيبان ليا. نعم، كتبت الاحساس ديالي والشعور ديالي
اللي هي كانت عباره كما قالوا الناس هي شعر. انا كنت كنكتب الاحاسيس ديالي وجات هكاك على شكل ان شعر، كتبت على المضايقه ديالي والمحاكاه ديالي مع الاخوان ديالي اللي هما اشقائي، وكان وقع نزاع بيني وبينهم على شيء بسيط وهما في عيونهم هما شي حاجه اكبر، والله اكبر بالنسبه لي انا، لا شيء اللي كنت اللي احنا تناقشنا عليه او اللي ضيعوني فيه في حياتي ليا شيء قليل من كان الارث. يعني ما غاديش نوصف الموضوع بالضبط، ولكن مالين. ممكن تقول لنا شي حاجه. قلت عليهم سكت وسكت لظلمكم يا اشقائي، وما كان علي السكوت حتى الالم والذي لمؤلما، ان السكوت صبر جميل لكنه احيانا يكون على النفس ضررا وظلما، كم سكت مرات ومرات عديده ولما لم اكن على الصعاب قادرا لولا الصبر والخجل منكما. تبارك الله عليك. فلما يا أشقائي لم تأخذوا مني عبرة حتى مشي بي بينكما، ولم تكونوا رحماء في حق الله بي يا إخواني ولو يوما، كما تعبني الصمت كثيرا وكان لي ألما، حتى ظننت أن الصمت الطويل قد يقتلني أو جزءا مني أسفا. إذا هذا جانب من القصيدة. نعم، جانب من القصيدة اللي هي طويلة. نعم نعم، الظلم الظلم ديال الأشقاء ديالي. سي محمد كتبتي بزاف على الخيانة. كتبت على الخيانة كذلك. واش ممكن تعطينا غير شوية يعني من الخيانة تفاصيل، ولكن تعطينا غير شي حاجة. الخيانة كتبت كذلك. نعم. قصيدة كنقول فيها لقد أخانتني صاحبتي وتنكرت الفضل الكريم وأنقضت العهد الذي كان بيننا وارتدت آتمة مع الأتيم، لقد أصابني من مكرها من العذاب الشديد الأليم، والحمد لله ما دام لبي سالما محفوظا سليم، الشكر له إذ جعلني مظلوما ولا الظلوم، وأسعاه الصبر والخلاص من أهل الذل والجحيم. بارك الله عليك. الحمد لله، فهي قصائد احنا طلعنا على الديوان ديالك. ف واش سي محمد ما فكرتيش انك تنشا شي ديوان شعري في هذا الميدان هذا؟ لا، ولا شي يوم فكرت نالف شي ديوان، وانما كان المقصود هو نكتب المشاعر ديالي ونخلي هذه المشاعر ديالي والاحاسيس ديالي مكتوبه للاولاد ديالي ك يعني شكل وصيه. لكن ملي كتبت في 70 قصيده قالوا لي الناس هذا كنز غادي تضيعوه، هذا شعر وانت موهوب في الميدان ديال الشعر. نعم. او النثر او الزجل الى اخر، هادو كاملين يعني يمكن لي نقول فيهم. ولهذا يعني هاد الناس هما اللي دفعوني باش نشهر هاد الكتاب، ما يبقاش مدفون، هو عندي دابا اكثر من 70 قصيده. تبارك الله. نعم. واش ممكن تقول لنا شي كلمه سي محمد؟ حنايا كجريده جينا لعندك. نقول لكم هذه ساعة سعيدة وأنا فرحان بكم وبهاد الجريدة اللي هي بغات يعني تظهر هاد كما كيقولوا الناس هاد الشعر اللي هو غيبقى مدفون، يعني ما خصوش يبقى مدفون، لأن الناس قلالين اللي هما عندهم هاد الموهبة يمكنهم يكتبوا، ويمكن لي نتكلم شعر بطريقة عفوية كذلك مني كنكون عندي شي حاجة اللي هي ضرتني في خاطري. وأما الكتابة العادية كنكتب بشكل سريع، لا بغيت نكتب بدون ما نفكر كثير في الكتاب. ما لقيتيش باللي راه يعني باللي راه هاد الهوايه هذه كيفاش يعني كتربط ما بين العمل والهوايه ديالك والمنزل؟ لا بالعكس، هذه كنلقاها تسليه في وقت الفراغ عندي تنكتب، او ملي تيكون عندي شي مشكل الم بيا يمكن لي نكتب في اي لحظه ولو عندي العمل، او في 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 في, في عمق الليل نكتب. يمكن لي نكتب. نعم. ان شاء الله. نعم. هادشي اللي كان. اذا سمير الليل. سمير الليل. نعم. غالبا فالشعراء يكتبون بالليل ويكتبون في اوقات فراغهم. نتمنى للسي محمد براتلي حظا موفقا ان شاء الله، ونشكره على حسن ضيافته لجريده موند بريس ب منزله بسوق أربعاء الغرب. وسنترك له كلمة أخيرة. كلمة الأخيرة هو الحمد لله على هذه الساعة اللي صادفتكم فيها وصادفتوني فيها، كنسعى الله يوفقني ويوفقكم في العمل ديالكم إن شاء الله، ونسعى والله اللي كنحس به هو
حاليا هو يعني هاد المشكل ديال الوطن ديالنا. نسعوا الله يكون ان شاء الله الوطن ديالنا دائما على ما الفوق، كما كتبت عليه عده قصائد. يعني الحمد لله على كل حال، نسعى الله الامن والامان لجميع البلاد والعباد. شكرا سيدي محمد. اذا سيداتي وسادتي، كان هذا في اطار اللقاءات التي تقوم بها جريدة موند بريس مع كثير من الفنانين والشعراء والباحثين والكتاب أيضا. فألف تحية وشكر لكم على تتبعكم لجريدتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم الأخ محمد بوفدان من سوق أربعاء الغرب، تحياتي ومودتي.